تعددت الحلويات وتشكلت في المحلات، لكن التونسيين يحرصون على إعداد حلويات الغريبة الضاربة في القدم في البيوت. تجمع السيدة هاجر معدات تحضير حلويات الغريبة التي لا تغيب عن البيوت التونسية في عيد الفطر، وتشرع في عجن المكونات بطريقة يدوية. تقول إنها لا تثق كثيراً في آلات العجن عندما يتعلق الأمر بالغريبة. هذه غريبة حمص تتسمى، نخلطوا فيها الفارينة والغريبة وغربلنا السكر والزبدة، وبعد نزيدوها طرف زيت كي تبدا ناقصة، ونقعدوا نخلطوا هكا، نخلطوا هكا ونحلوا، نخلطوا هكا ونحلوا، وبعد نعجنوها بالكدا بالكدا. تجتمع وأخواتها في بيت أختهم الكبرى لصنع الغريبة، وهذا دأبهن منذ سنين، وقد حرصنا على الحفاظ عليه كعادة متوارثة عن والدتهن. الأكلة هذه هي الغريبة التونسية، نعملوها عادة في عيد الفطر بعد رمضان، يتلموا العائلة الكل، هي أكلة وراثية ورثناها على جديد، نتلموا في رمضان آخر رمضان الشهر الثاني من رمضان، يتلموا الناس كل خاطر هي صعيبة شوية، وممتو نحتفلوا احنا كي نتلموا هكا الناس كل، نعملوا احتفال في الليل، نورمالمون تحضر في الليل، ما نحاولنيش نحيوها خاطر هذه عاداتنا وتقاليدنا، يعملوها الناس البسطاء خاطر ما تكلفش برشا فلوس، وكهو معناها هذيك هي الغريبة التونسية نقولولها. وفما برشا أنواع متاع غريبة، هذه مثلا غريبة حمص، فما غريبة الدرع، فما غريبة الفارينة، وكهو هذيك هو. رغم تعدد أنواع الحلويات الأخرى واختلافها، بقيت الغريبة من الحلويات الأساسية في طبق العيد لدى التونسيين، فيحرصون على إعدادها في البيت أو شرائها جاهزة. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.